ما انا بحكي انا عم بطلع الاضواء، بس هم كان لهم كثير دور كبير في انجاح المبادره وتعليمي. انا تعلمت كثير منهم، يعني دائما انا مش انا اللي جاي اعلمهم ولا انا جاي هذا، انا كثير تعلمت منهم يعني، فكل شيء متبادل يعني، دائما مش احنا اللي افضل هذا. فبالبدايه كانت استقبال كثير كان سهل، والمجتمع كثير متقبل لكل الافكار يعني. بالمره ما صار عندي ولا مشاكل ولا يعني تحكي لي ايش كانت التحديات، ما كان عندي تحديات من المجتمع ولا مره رفضني المجتمع. واثبات انت شايفه كيف، وحتى في طموح كثير كبيره حتى النساء اللي بتشتغل الكذا، في دعم من الرجال للنساء، ما في شيء مثل ممانعه، لا بالعكس الكل بدعم، الكل حابب يعني حابين يصيروا حابين يوصلوا. هم عندهم خامات وعندهم ذهب، هم كنز، وانتم شفتوا يعني من صوت لشعر ل... ففي نماذج. فاحنا بس كانت المشكله ما عم بنعطوا الفرصه، احنا بس اجينا نعطي بعض فرص عشان كلنا نلمع. المبادره الذكرى هي مبنيه على فلسفه ومبدا هو التبادل مش التبرع. يعني احنا شلت انا شيء اسمه تبرع، وعملت انه احنا كل انسان عنده شخص يعني، هو كل مجتمع وانسان غني بشيء، فليش احنا بنقرر انه اذا كان في اموال احنا صرنا الافضل، انا القوي وهم الضعفاء؟ لا، انا يمكن عندي شغله اقدمها بس مقابل هم عندهم شغله يقدموها. فعملت شغله اسمها التبادل، اللي هو صرت انا كل مشاريعي مبنيه على التبادل. هذول هذا تحت القسم اسمه السياحه التبادليه، اللي هي تنظيم رحلات من المدينه عمان، ننزل على منطقه الغور، اهل المنطقه بيقدموا لنا ايش عندهم، بيعلمونا كيف تهذيب الشماغ، كيف نخبز نعجد، كل هاي الشغلات من تراثهم اللي هم أغنياء فيه، اللي هو إحنا أهل المدينة دائما بحكي إذا هم من جيوب الفقر اقتصاديا، إحنا جيوب فقر في التراث أهل المدينة. فليش عم بيصير دائما في منحسسهم إنه إحنا أفضل وأنتم أقل؟ طبقية بالضبط، ليش طبقية وفئوية؟ أنا دائما بحكي إنه ما بدي، أنا مش عاملها سياحة تطوعية، سياحة تبادلية، لأنه عطيني شو عندك وأنا بعطيك إيش عندي. هلا كل رحلة في لها أجرة 25 دينار، بيروح عادة 20 ل 25 شخص، هلا المجموع بيطلع 600 دينار بآخر الرحلة ل 700 دينار، جزء يمكن بيروح 10% تكاليف الشغلات من مواصلات وأكل، والباقي بيروح على شكل قرض صغير لعائلة في المنطقة لتبلش مشروعها. فإحنا يعني عم بيصير تمويل للمنطقة بجهودهم، عم يكون في عدل، لأن يعني هم عم بيقدموا عم بياخذوا بالمقابل، وعم بيصير في مشاريع تنموية عندهم. أول شيء أنا بشكر مبادرة الذكرى وبشكر الأخ ربيع زرقات. أنا مستفيدة من المشاريع اللي قدمها الأخ ربيع. شو مشروعك اللي عملتي؟ أنا أخذت مشروع بقالة وأنا من الأسر اللي كانت محتاجة وعندي 9 أنفار أنا معيل لهم. قديش أعطوكي؟ أعطوني مبدئياً 400 دينار عملت بيهم بقالة صغيرة، ما كان عندي محل للبقالة طبعا، عملتها بمعرش صغير شوي شوي طورتها وعملت محل، بنيت إلها محل. أول شيء بديتها من شيبس وبسكوت شغلة أولاد صغار، بكوني أنا بأول شيء الله يديم إلنا جلال سيدنا، أنا ما أخذ بيت من المكرمة وقريب على المدرسة وحي صغير يعني، والناس شجعوني يعني أهل الحي والجيران وطلاب المدارس على إني أعمل بقالة. والحمد لله رب العالمين عملت البقالة وعندي طلاب مدارس. إليك بادية فيها؟ إلي من 2008 أخذتها ب 400 دينار. ال 400 دينار تقدر تقول إني أنا بدأتها ب 200 دينار، عملت المحل شوي شوي صرت أشتغل أنا، طورتها رديت أخذت مشروع 800، أخذت زدت الدعم، دعمني الأخ ربيع لما شاف المشروع عندي تطور، كبرت المحل وجبت ثلاجة وتعاملت مع شركة كولا، نزلوا لي ثلاجة لما شاف، وكل الشكر للتجار اللي شجعوني ودعموني وخلوني شوية أتطور. واجبهم. طيب هلا قديش بيعمل لك دخل تقريبا؟ والله الحمد لله يعني عندي طلاب مدارس خلص، عندي توجيهي 2، وجوزت عندي ولد وبنت والحمد لله برضه كلهم ساهمت من دكاني. ساهمت معي برضه، كل الشكر لجوزي هو دعمني وساندني. برافو، تحية له من هون. لأنه احنا يعني بمنطقة نائية، منطقة الأغوار، ولسه يعني تقدر تقول إنه شوي شوي الناس صارت تتوعى، والأخ ربيع مشكور يعني حط إيده على الوجع مظبوط، لأنه ياما في أسر كانت بأمس الحاجة لهذا المشروع. بطلي أنتي بطلي والحمد لله. شكرا. مين كمان استفادت؟ مين عنا مستفيد آخر من؟ تفضل. أول
إشي مساء الخير طبعا. أنا مستفيد من مبادرة ذكرى صوت من الغور و... صوت غنائي؟ صوت غنائي طبعا. نعم كمان علمكم الغناء ربيع؟ في عندي هو المشروع التنمية من خلال الفن والثقافة هلا كمان بنحكي عنه. نعم. هو نعم. من المشاركين في صوت من الغور. نعم. من هلا النهائيين مراكز النهائية هلا. انت عاملهم مسابقة ربيع؟ مسابقة مثل يعني مسابقة الغناء. هلا بنحكي عنه. ما بدنا تحكي بدنا تسمعنا موال صغير يلا. أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر أجلس في المقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة. الله يعني منيح يا ربيع اللي التفت للفن أيضا لأنه للأسف هذا مع الزكام الفنون الفن والثقافة آخر اهتماماتنا. يعتقدون انه الخبز اهم من الفن او من الثقافه؟ لا انا دائما بحكي اصلا الخبز وهذه المجتمعات اصلا اللي فيها عندها مجتمع فيها ابداع وثقافه ما في خوف عليه في اي ظروف معينه في العالم. مين في عندنا مستفيد اخر هون؟ برجع لك. اسمي صهيب محمد سليمان الجارات. انا استفدت اخذت ورشه الاخراج وصرت اعرف امنتج كمان. برافو برافو برافو. مين علمك المونتاج والإخراج؟ ربيع وأستاذ حازم. أستاذ حازم برافو. مين؟ يلا أجي. طبعا أنا كمال العجلين من غور المزرعة. برحب بالأستاذ ربيع اللي دربنا عن طريق تعاونية عمان والأستاذ حازم على تصوير أو الإخراج الأفلام القصيرة. طبعا أنا عملت فيلم قصير قصة نجاح لطفل معاق. هذا الطفل ولد مشوه ما في له أقدام ولا أيدي فعملت له قصة نجاح أنه مركبوا له هاي أقدام وصار طبعا الأول على دفعته أو على صفه. الشغلة الثانية أنه أنا صارت يعني من خلال الدورة اللي أخذتها أنه صار عملنا الأستاذ ربيع بكاميرا التصوير. هاي الكاميرا أنا بستفيد منها صرت أخرج فيها بالمناسبات وأصور بمقابل أجر على هاي الكاميرا. صرت تعمل لك دخل يعني؟ صرت تعمل لي دخل. أنا بالمناسبة معي اتصالات من كلية الشريف ناصر طلعت من كلية الشريف ناصر وهسه طالب جامعة في الجامعة العربية المفتوحة واستفدت كثير من وراء الكاميرا اللي بطلع فيها بالمناسبات. يعني بطلع كاميرا هدية اجتك ولا الكاميرا هي كانت تبرع من الأستاذ ربيع انه تبرع فيها وموجودة. انا مش لحالي يعني معي تقريبا 10 اشخاص من شباب مستفيدين من هاي الكاميرا. يعني انا بطلع مثلا حفلة باخذ بالمقابل على تصوير الشريط مثلا 50 دينار وهذا سبب لي اني الدافع والحافز اني اكمل بالجامعة اسد الرسوم الجامعية. برافو برافو. منذر النواصرة من الغوار الجنوبية. أنا أحد الشباب اللي بعد ما تعرفت على الأستاذ ربيع وجدت فيه ذلك الإنسان اللي يسير على خطى ونهج المسير اللي رسمها سيد البلاد جلالة سيدنا عندما وضع الخطوط عريضة بالاهتمام في الشباب والأخذ بأيديهم وإيصالهم إلى المكان أو الدرجة التي يستحقونها. بجزء أول بداياتي مع الأستاذ ربيع أنه سمعت عن مسابقة للشعر. أنا من الناس اللي كنت أكتب الشعر لنفسي لكن وجدت بعد تعاملي مع الأستاذ ربيع أنه سلط الأنظار وصقل الموهبة وبدأت أجد نفسي إنسان له مكانه في المجتمع الذي أنتمي إليه. آخر بيتين شعر يلا. لذلك الآن بشكل ارتجالي أقول طبعا أقصد في هذا الكلام الأستاذ ربيع والمبادرة اللي أتى فيها أستاذ ربيع. أقول أشكرك يا ذكرى. نشكرك يا ذكرى ونشكر جهودك ونشكر أناس بك مزايين يلي جمعتي ربعنا مع ربعك وخليتنا نلتقي بأبو خالد بهذا المكان ذا الحين. حنا ترى في الغور ربعك وهلك حنا ترى في الغور ربعك وهلك نهديك من قلوبنا حب ورياحين. قلت الحكي إن أستاذ ربيع
قلت الحكي إنا وإحنا نقول إحكي، بلكي توصل أصواتنا ما بين المبدعين. نوعدك يا ذكرى ما نخيب أملك، هذا وعد مننا ويبقى علينا دين. شكرا لكم جميعا. يعني هذه كانت من أهم الحلقات أنا في تاريخ البرنامج بشكل آية. أكيد حلقة كثير مهمة. شكرا، نلتقي في حلقة قادمة.